السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا لماذا، يعني نتكلموا على الراتب يعني الضخم تاع المدرب. بصح كي يتكلموا ناس لماذا، نبي نقول نطرح سؤال، لماذا تنزعج فئة كبيرة من الجماهير 2019 عندما يتحدث أحدهم عن راتب هذا المشرف، وتجدهم يكتبون يعني يكتبوا ردود غاضبة في كل مقال أو فيديو يكون خاص بأجرة الناخب الوطني، رغم أن الحديث عن رواتب مدربين في العالم أمر عادي جدا وتعودنا عليه، حيث تنشر رواتبهم بأدق تفاصيل في مختلف المنابر عندهم، والجميع يعرف كم يتقاضى هذا وذاك، وفي عدة أحيان يتم المناقشة راتبه أمام الجميع. هذه باش يكون على بالكم، ناس يكذب عليكم، شعلنا ناس كاين يكتبوا يقول لك باللي أنا نطلب من المكلف بالإعلام يعني عاود يرد ذوك الأرشيف اللي قلعه تاع 2011 2012. المدرب بايتش كان يخلص، كانت في السيتة الاتحادية نورمال عادي، تدخل للسيتة الاتحادية تشوف المدرب شحال يخلص وشحال يدي لي بريم تاع المباريات واللعابة شحال يدو لي بريم تاعهم وكلش. كان قبل لا يلعبوا كأس إفريقيا يعطيهم يقول لهم هاش على لي بريم، باك تعقلوا عليها، كانوا يقعدوا ياكلوا في روحهم فاش كانت الشروق والنهار قبل لا تدخل الهدف. انا الهدف راني عاقل على النهار تاعها، يعني بالنهار قبل افتتاح كاس العالم، حفل افتتاح كاس العالم تاع 2014 حلت قناه الهدف نعقلها. هذه الهضره كنا نسمعوا فيها في النهار والشروق، باك تعقلوا عليها. كانوا يعني كانوا يتكلموا على الراتب واللعابه وكيفاه، كانوا يجيبوا من السيتة الاتحاديه. اليوم هذا السيتة الاتحاديه حتى يعني العقد تاع المدرب سمعناه، يعني رئيس مكلف بالاعلام قاعد في قاعد في التريبيل يهضر مع الصحافه، رئيس اتحاديه قاعد في بوست يهضر، يعني شوف كيفاش وين وصلت الامور. وانت ذاك السيتة حيه هناك دايره، ديروا كيما كانوا الناس يخدموا. ونهار يا منهار اللي جا كيسمو الكاراس وجا زاتشي، هاك السيت ما ولاش يخدم كاع. انا كنت عارفو، اي كنت عارفو كيفاش البنود مع الكاراس مع زاتشي. اقسم لكم بالله العلي العظيم، يا ربي راه داري وصايك. حنا هضرنا هاكم من نهار الاول على بالك بلي الحمايه الكل للمدرب، وهذا ضروك حماية كاع كل المدرب كاش راه. انا ماشي باغيين يبينوا، انا كاين امور ماشي باغي يبينوها، يا امور ما خفية اعظم. انا ماشي باغيين يبينوها، انا نتحداهم يبينوا، انا ما تبينش، انا ما تبينوش، انا ما تبينوش، علاه عيب ماشي عيب، نورمال عادي عادي. الرئيس على بالنا شحال يخلص، الوزير على بالنا شحال يخلص، الوالي على بالنا شحال يخلص، ومدرب انت هذا مدرب شارع داير المدرب شادير باش قاعد داسين عليه. راه نقول لك راه ستاف تكنيك تاع بوكر، ستاف تكنيك تاع انا باش غادي يخلصوا كاع 25000 اورو بيناتهم كاع، هما ثلاثه 25000 اورو، هما ثلاثه العمل اللي يقوموا به خمسه، وغادي يجيبوا 2 ملايين دولار. 2 ملايين دولار شكون اللي غادي يديها؟ كيما واحد قال لي فيديو اللي فات، واحد كاتب لي قال لي ما تنساش المدرب جاب لك كاس افريقيا في 2019 وجاب لك 4 ملايين دولار، هكمل هدا، كان يدي 3 ملايين و700 الف اورو في العام، هكملها كملها ودخل في دراهم تاع كاس العرب كملهم، وزاد غادي ثاني قال لي 2 ملايين دولار شكون اللي غادي يديها؟ لازم لنا مليون وخد اخر باش مليون دولار وخد اخر باش نكملوا له تاع العام. امالك اصاحبي وين نقولوا باللي وين التفاصيل في يعني وين نقولوا انزعاجهم لم افهمه. في نفس الوقت ان ما تفهم بان طرح سؤال لشخص نفسه حول راتبه هو فعل غير لائق، خاصة اذا كان يعني وين نقولوا باللي الموضوع مثل نقولوا على ما يوجد
ساكو داروا في الاخرى ما قراوش الصحافه يقولوا له ولا الصحافه ما غاديش يقولوا له. الصحافه هو خارج ما تبي رانا معاك رانا معاك الشعب معاك يا ودي اهدر على روحك ما تهدرش عليا انا. هدر على روحك هدر على روحك ما هدر على روحكم ما تهدروش علينا حنايا ما تهدروش باسمنا ما تهدروش باسمنا لا بغيتو ربي ما تهدروش باسمنا. انا خاطينا وخاطيكم لا بغيتو ربي يا ودي. غادي تكونوا رجاله هدروا باسمنا غادي تكونوا رجاله. غادي كي تكونوا رجاله اهدروا باسمنا. هذه هي كي يشوفوكم رجاله غادي نقول لكم هدروا هدروا باسمنا. هذه هي خويا انا المدرب هذا الاموال اللي يدي فيهم الحاجه اللي تغيظك ما دارش يعني كلمه على كاس الشعر. رغم ان كاس الشعر محتاجه حتى شي محتاجوش باش هو يهدر. هي بصح نورمالمون يهدر نورمالمون يهدر يقول بلاد الملاعب خدت عليه النهار اللي بغى يشوه الصوره تاع الجزائر تاع الملاعب شوهها وراح حتى لمراكش وقال بلي في مع الناس لي ستاد ونتمناو نقعدو نلعبو هنا في المغرب. قالها وكاينين فيديو تاوعه هذا المشرف تاعكم. ونهار باش يشكر الجزائر عندها لي ستاد لا لا خويا لا ما تساعدها شي. النهار اللي بغى يهدر على لي ستاد في جهه واحده اخرى قاعد يهدر قاعد يهدر وقاعد يشكر. ايوا وهذو جميع شو الحمد لله يا ربي جميع العابين جميع العابين اللي صوروا تاع احلى احلى حله ولا مع الشيلة ابها حله راهم يخلصوا راهم يتقايسوا عندو يهدروا على لي ستاد توبا راكم تتقايسوا. يا ودي خلينا شوبير على ما تهدرش على غازية يا ودي تهدر راه خلينا يبغي تهدر على غازية يا الناس خلي هذوك اللي ما صحاب اسيست مي ما يسيبوش اسيست ما يسيبوش بو او بنت عالمي يحضروا هذو الصوالح يقول يا غازية يا غازي الجزائري يحضر روصايك يربح يبقاو تبعوا فيه على هدرت ولا روح القهدي لك قول له انا هدرت او انت قاعد مور تلفزيون مور مور ميكرو قاعد تكتب ولا قاعد تراخر هيا وتجي تقول له وتجي تقول له غازي على هدر روحوا نتوما هدروا قلبوا هدروا احنا نهدروا على بولا غازي انا غازي الله يسهل عليه اهدر ولا يتحمل المسؤوليه تاعو ولا يتحمل المسؤوليه ولا واهدر الله يسهل عليه خويا. هذه يا خويا المهم احنا بوقره راه في الطريق الصحيح بوقره اللي راه يكشف يعني في مدربين تاع مواقع وتاع تاع ندوات صحفيه. هذه يا خويا انا نشوفو فيها كيما هكا بوقره وين راه يعني الله غالب بصح الله غالب على بالك تاع شكاين ولا كاين ويا الهيشر هو اللي غابن واحد كيما داك اللي داخل الاسطاد ما على بالوش الجزائر ما تلعب شاري تيكي انا شاري تيكي ما على باليش انا نهار اللي كان نهار اللي ربحت الكوت ديفوار الجزائر عرفت بلي ما صايب مع من غادي يتلاقى داخل الاسطاد ما على باليش مع من غادي يلعبو تقسي في صاحبك مع من غادي يلعبو مع الهند مع الهند مع الهند انا نقول لك شوف بير على ما تهدرش على عوار يا ودي عوار راجل لا عوار راجل لا عوار راجل لا عوار وطنية عوار الناس اللي هنا بالعانية دارو خائن دارو كاع كلشي ما نقولش ما حضروا صوالح خلونا عوار راجل عوار عوار ود الجزائر عوار الفض فرنسا راه بخطرات عوار من الضغوطات راح دخل المعسكر تاع فرنسا لعب ماتش اميكو والماتش زاوج لعبها مبليسي جا خارج عوار في الماتش اوفيسيال ما لعبش عوار زعيمه عوار مازال اليوم ساكت تحمل كاع تحمل كاع الضغوطات وسكت ما بغاش يهدر راه عوار راه عندي فيديو تاع خاله كو يهدر يطنطق لكم الراسه تاع والديكم سكتوا ما تقالوا تهدروا على عواره انا نقول لك ما تنساوش عطونا جيم
كومنتير وبارطاجونا لي فيديو ان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي. سعيدو.